مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيب. في أول مرة نتقابل في السنة الجديدة 2023. حلو إن احنا نبدأ السنة بإن احنا نكون موجودين في حضرة الرب. كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة هنتكلم عن موضوع الميلاد وهو التجسد. قراءة اليوم مأخوذة من تيمساوث الأولى أصحاح 3 وعدد 16. الشاهد ده ما بيلغبطش. 3-16 دي مش بتلغبط. شاهد محفوظ 3-16 وبيمشي مع يوحنا 3-16 هكذا أحب الله العالم. شاهد لقدامنا بالإجماع، ممكن نقوله مع بعض، بالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أمنا به في العالم، رفع في المجد. شاهد ده تيموثاوس الأولى 3-16 يقال بعض المفسرين أنه كان عبارة عن قانون الإيمان للناس المسيحيين الأوائل. قانون الإيمان في 7 فقرات كل واحدة أهم من التانية. والنهاردة إحنا هنركز على الفقرة الأولى. الله ظهر في الجسد. الله ظهر في الجسد. شوف لما أقولك بمنتهى البساطة عشان ما تتعبش معايا خالص. الكتاب المقدس من ألف ولياء يجد اعتراضات من شتى الخلق. اعترضوا من أول التكوين. تكوين 1:1 في البدء خلق الله. دي مسلمة على فكرة. قاعدة نظرية. قالوا لا في خلق ولا في الله. شطبوا على الكتاب من ألفه. ده دي تكوين 1:1. ففي ناس بتعترض على كل فقرات الكتاب إلا إنه تجسد الله هو الاعتراض الأساسي على الكتاب المقدس. هتسمعها بمنتهى شتى الطرق. ليه الله يتجسد؟ يعني في ناس بتقول ما فيش ربنا أساسا، ولو في ربنا ليه يتجسد؟ لو احنا خطاة ما فيش مشكلة، يرحمنا ما هو رحيم، يرحمنا برحمته، إلى آخره من هذه الأسئلة اللامتناهية. ولكن احنا النهاردة بنبحث في انه هذا التجسد كان إلزاميا، ضروريا، بل حتميا. في ناس قالت ما عندناش مشاكل ان الله يتجسد، ولكن بالنسبة لهم المسيح المتجسد كان مجرد انسان فقط. وفي ناس قالت هو متجسد ولكن كان واخد شكل هلامي، يعني يظهر هلاميا ولم يكن فيه لحم ودم. وهتسمع يا ما هتسمع، الناس ما سابتش حاجة في الكتاب إلا وقلبتها. إلا أن النهاردة هنشوف من هو هذا الله الذي ظهر في الجسد، ولماذا ظهر في الجسد. لما تيجي تقول الله في الكتاب المقدس لا تعني أي شيء غير الله، بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الله هو الله. هذا الله ظهر في الجسد. هذا هو المستحيل في عين الناس. ولكن بيقول الكتاب وهنقرأ بعض الآيات أنه هذا التجسد لم يكن غرضه هو المزود، رغم أنه حصل، ولم يكن غرضه هو
عمل معجزات ولو انه عمل، ولكن هو غرضه التعليم ولو انه علم. هذا التجسد كان غرضه واحد وهو الصليب. مش ممكن ابدا تفصل التجسد عن الصليب، مش ممكن. هنقراها في بعض الايات. انا هاخدكم في رحله بسيطه عن الكتاب المقدس عن قصه التجسد، وهنقرا من بعض الايات، وانا هبتدي هقرا من شاهد بيقول كده عبرانيين 2:14. نهار من آخر شاهد ده وأطلع فوق. في ناس بتقول إن الله الإنسان يسوع المسيح لم يكن جسدا حقيقيا، ولكن في قانون في الكتاب المقدس الله هو اللي حطه، والقانون ده موجود من أيام آدم. لازم يكون في ذبيحة تذبح ويسفك دمها، لأن كل القانون في الكتاب المقدس بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. هذه قاعدة لا يمكن النقاش فيها. وبالتالي فهنا كاتب العبرانيين وهو بيتكلم في المعرض ده بيقول علانية أن هذا فإذ قد تشارك الأولاد أي البشر في اللحم والدم، وأنا حاطط عليهم أحمر، this flesh لحم body لحم ودم، اشترك أي المسيح هو أيضا كذلك فيهما. بس شوف ليه عمل ده، لكي دي بتحط السبب ليه عمل ده، ليه جاء في جسد في لحم وفي دم عشان يموت، عشان يجي يقول في الصليب انه خرج من جنبه دم. دي لازم تاخد بالك منها، الدم ده لما يطلع هو نفس الدم اللي اخده ودخل بيه الى قدس الاقداس، فوجد لنا فداء ابديا، لان القاعده بدون سفك دم لا تحصل مغفره. اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي واحد يبيد بالموت، أي هو لازم يموت، مش هو من فوق يرحمنا برحمته. كان سهل على فكرة، كان ممكن يعملها، بس هو حط قانون والقانون ده هو اللي بيعمل على تنفيذه. واحد لكي يبيد من الموت ذاك الذي له سلطان الموت. مين ده؟ هو عرفه، أي إبليس. الله بيقول أنا ما كانش ينفع أغلب إبليس إلا لما أموت، هو اللي بيقول. 2، ولما يعمل ده لما يموت ويبيد بالموت بتاعه ذاك الذي له سلطان الموت، يعتق الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. يبقى هو واحد مات عشان يكسر قبضة إبليس، ولما تنكسر قبضة إبليس المحبوسين في خوف عبودية الخطية ينفكوا، يعتق يعني يفك من الأسر. ده دي قالها في عبراني 2. بس الكلام ده ما كانش حصل كده، ان الله جات له يعني لما ادم سقط قال خلاص هنعمل ايه، نتصرف ازاي، طب نشوف له حل، نشوف الحل فين، نعمل ذبيحه ونشوف لو ممكن نسهلها، وبعد كده جاء المسيح وكان الموضوع ده كان تحصيل حاصل. لا، الايه اللي فيها نفس كاتب العبرانيين في موضع اخر في اصحاح 9 بيقول ان هذا المسيح، دم المسيح، المسيح لما يموت بيسفك دمه، لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفره، الذي بروح أزلي قدم نفسه. إمتى المسيح مات؟ فعليا من 2000 سنة، لكن قبل الأزمنة الأزلية في الأزل هو كان حط الخطة دي، دي مش جديدة. الذي بروح أزلي أي قبل وجود الأزل. على فكرة الأزل لا تعريف له، متحاولش أنت لما تطلع برا الزمن، ما فيش امبارح والنهارده والاول امبارح والسنه اللي فاتت، فلو طلعت بره الزمان الازل ده يمتد بك الى ما لا نهايه. الذي بروح ازلي
أين كان المسيح قبل التجسد؟ في ناس تظن أنه اختراع عهد جديد اتولد من بطن العذراء. لا، ده كان موجود هناك وكان عامل حسابه على الفدا من الأزل. قدم نفسه لمين؟ في ناس بتظن ان ابليس خد الثمن. ما كانش ده. قدم نفسه لمين؟ لله. شاهد الاول واحد اللي فوق، بطرس بيكلم الناس المجتمعين في اعمال 2 وبيقول لهم شوفوا كل قضيه الصليب، كل قضيه الفداء لما تيجي تقراها تحس ان عمليه تحصيل حاصل، وان هي يعني عارف هم اللي مسكوه، هم اللي قتلوه، هم اللي صلبوه، وكان الموضوع يعني ايه، يعني هم اللي دبروه. فاهم ازاي الكلام ده في الارض؟ لكن بطرس بيقول اسمعوا هذا، الايه 23، اخذتموه مسلما بمشوره الله المحتومه. ومن هنا جه عنوان حتميه التجسد، مشورة الله المحتومة وعلم السابق. حد فاكر انه اللي حصل في الصليب ده كان؟ لا لا لا، ما كانش. كان موجود في مشورة الله. مشورة الله المحتومة لن تدافع عن ظلم البشر، هذه مسؤولية الإنسان، ولكن ليس هناك أي تعارض بين مشورة الله وما يفعل الإنسان. لأن بطرس في نفس الآية دي قال إن أنتوا أخذتموه وبأيدي أثمة صلبتموه. ما يجيش حد يقول لي ما هو أنت عندك مشورة محتومة فأنا بريء من هذا الاتهام. أبدا، في مسؤولية رغم أنه في قضاء عند الله. إن في ناس بتقع في المشكلة دي، وأنا إن ذنبي لما أنت عندك مشورة محتومة أنا بريء لها. لن تلغي مسؤولية الإنسان، وإلا ما كان وراها أي بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. لكن الموضوع ما وصلش لغاية ده، ما قفلش عند ده. لكن الله أقام ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. لم يكن أحد يستطيع أن يمسك الله من الإقامة من الموت. هذا هو المنظر ما قبل التجسد. كان في خطة موجودة، ولكن اللي حصل لما نيجي نفتح سفر التكوين ونقرا اللي حصل في جنة عدن، نشوف القصة مشيت ازاي في ارض الواقع. فهمت ازاي؟ الخطة كانت موجودة ولكنها تم تنفيذها في ارض الواقع. فلما تيجي تقرا سفر التكوين اصحاح 3 وتلقى الحية بتكلم حواء، وحواء اكلت وديت لادم، والانسان سقط. عند النقطة دي كلام الله للحية، ممكن نجيب السلايد بعدي، كلام الله للحية. شوف ده آية 15 فوق. أضع، مين ده بيتكلم؟ الله. أضع عداوة بينك وبين المرأة، وحطها بينك وبين المرأة 1، وبين نسلك ونسلها 2. نسل المرأة هو إنسان، ونسل الحية هو إنسان. في المفهوم الروحي هنشوفه، هو يسحق رأسك وأنت أي الحية تسحقين عقبه. في ناس مفسرين بيقولوا هذه الآية تدل على لاهوت وناسوت المسيح في نفس الوقت. لما يقول نسل المرأة، نسل المرأة هنشوفها حالا، هو إنسان حقيقي، لكن سحق رأس الحية ما يعملوش إنسان، محتاج إلى أن يكون الله عشان يسحق إبليس ده. وبالتالي ده قالوا في سفر التكوين أصحاح 3. نسل المرأة ده كان صورة عامة كبيرة، ولكن الكتاب بدأ يتتبع نسل المرأة وشويتين صغر شوية وخلاه نسل إبراهيم، شويتين راح مصغره وخلاه نسل داود، لغاية لما جينا عند متى 1 ولقينا المسيح بيتولد. المسيح ما يتولدش في أي وقت خالص. كلامنا يقرأ في غلاطية 3، لكن في غلاطية 4 بيقول
بولس لما جاء ملء الزمان، لما جاء توقيت الله، هنا العنوان زمن التجسد أو توقيت التجسد. كان في نبوات كثيرة جدا عن متى وأين وكيف يولد المسيح المنتظر. المسيح المنتظر لم يولد في أي حتة وبأي طريقة وبأي شكل، وكل النبوات دي كان صعب كلها أنها تتجمع في شخص واحد فقط اسمه يسوع. ولكن كاتب غلطية بيقول لما جاء ملء الزمان، توقيت الله عند التجسد، بدأ الله يعمل هذه الخطة في أرض الواقع، فأرسل الله ابنه. وشوف التعبير مولود من فين، من فين؟ شايف الآية مولود من فين؟ من امرأة. ليه نحط الشاهدين تصح بعض؟ لأنه في تكوين 3 قال له نسل المرأة، الكلام ده حصل، مولود من امرأة، ولكنه ما كانش فوق القانون، ما كانش سوبرمان، لكن كان مولود تحت الناموس. ودي سبب تاني من الفداء. ليه عمل كده؟ ليه اتولد الولادة دي؟ قال يفتدي الذين هم تحت الناموس عشان ننال احنا التبني. بس انا حاطط كلمتين بالاحمر عند كلمة الله ارسل ابنه. ابن الله ده تعبير كان بيستخدم المسيح، والمسيح كان بيستخدم تعبير تاني بيقول على نفسه ابن الإنسان. ابن الله وابن الإنسان موجودين في نفس الآية. أرسل الله ابنه، أدي ابن الله، مولود من امرأة، أدي ابن الإنسان. وانت على طول متى ولوقا ومرقص ويوحنا بتشوف تعبيرات ابن الإنسان وابن الله. خليني أوضح الكلام ده بمنتهى البساطة. اليهود واليوم لغاية النهاردة الناس كلها ما عندهاش أي مشكلة مع المسيح ابن الإنسان خالص أبدا. المشكلة الكبيرة هي أن يكون المسيح ابن الله، وده اللي احنا هنوصل له النهاردة ونحاول نقشه في عجلة سريعة. فخلي بالك انه اليهود دول من ايام ابراهيم وهم كانوا كلهم بيدوروا على فين نسل ابراهيم وبيدوروا على فين نسل داود، كلهم كانوا متوقعين المسيح المنتظر، كانوا بيعملوا حسابات وكانوا بيحفظوا الانساب والتوالد وعايزين يشوفوا فين سبط يهوذا ومين الكل جاي من سبط يهوذا، متوقعين المسيح. لغايه لما جه المسيح واتولد في نفس المكان ونفس الشواهد اللي قالها الكتاب، اتولد في من بيت لحم، من سلالة داود، في 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 من سبط يهوذا. واليهود ما انخدعوش فيه بصراحة. المشكلة اللي بنسألها، السؤال اللي بنسأله لما انت مستني المسيح كل هذه السنين الطويلة، لماذا رفض اليهود المسيح؟ وانا احط شاهد كبير لازم تخلي بالك منه. خلي بالك انا مش بقرا من اي انجيل، انا اقرا من انجيل يوحنا. انجيل يوحنا لم يبحث اطلاقا في اثبات نسوت المسيح ابدا، ده عملها متى وعملها لوقا. اما يوحنا فلم يجد اي نسل للمسيح. ليه؟ لانه في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه في الله، ده ما لهوش نسل، ده جاي من فوق، ما اقدرش احط انه ده ولد ده ولد ده. بس انا ابص على يوحنا 10 وشوف الحوار اللي كان شغال بين المسيح واليهود من اول متى 5. احنا نطينا المتى 10 بس نرجع شويه تاني. كان بيقول كان في الناس اليهود احتاطوا، لما يقول احتاطوا يعني عملوا عليه كماشه، عملوا عليه دايرة، وسألوا سؤال مباشر ما فيهوش لف ودوران. شوف الكلام، إلى متى تعلق أنفسنا؟ إذا كنت أنت المسيح أعمل إيه؟ فقل لنا جهرا. خلي بالك أنه حتى اليوم أنا من ساعة ما وعيت على الدنيا وفي ناس بصوت قد كده، أين قال المسيح أني أنا الله؟ أين قال المسيح إني أنا الله؟ أين قال؟ وبتحدون على فكرة. أنا هسأل سؤال
بطريق غير مباشر، أين لم يقل المسيح إنه هو الله؟ خلي بالك من السؤال، أين لم يقل المسيح إنه هو الله؟ احنا هنشوف إنه سبب قتل اليهود للمسيح لم يكن بأي سبب إلا إنه قال إني أنا الله. هذه هي التهمة الأولى والأخيرة اللي صلبت المسيح، وهنشوف ده حالا. قالوا له إذا كنت أنت المسيح قل لنا، لكن المسيح رد وقال أنا قلت فعلا بس أنتم مش عايزين تؤمنوا. المسيح لم يثبت أنه هو المسيح كمسيا بشري فقط في يوحنا، لا، ولكن أثبت المسيح أنه مسيا إلهي ابن الله. والحوار اللي انت شايفه ده ان المسيح قال ان انتم مش عايزين تسمعوا الكلام لان انتم مش بتسمعوا صوتي، انا اعطي خرافي حياة ابادية. كلمة دي ما تعديش على اليهود ابدا، ما يفوتوهاش، بس سمع الكلام ده، لا تهلك الى الابد، ده يخطفها احد من يدي. وبعد كده لما يجي المسيح يقول انه ابي اعظم من الكل او ابي اعظم مني، اليهود ما عندهمش مشكله ياكلوها. لما يقول المسيح ان ابي اعظم مني شيء منطقي، لانه في واحد اعظم من الثاني فانت ادنى، يفهموها دي. لكن عندي دي لما يقول انا والاب واحد دي ما عدوهاش. خلي بالك من الكلام، لما يقول أنا والمسيح أنا والآب واحد على طول في الآية اللي وراها، ممكن نقلب السلايد، على طول في الآية اللي وراها تناول اليهود أيضا. خلي بالك ما كانتش أول مرة، خلي بالك من ألفاظ إنجيل يوحنا، لما اليهود يتناولوا حجارة ليرجموه عشان قال إيه؟ أنا والآب واحد. فالمسيح سأل سؤال منطقي، لماذا أعمال حسنة كثيرة أريتكم عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجموني؟ خلي بالك افهم الكلام ده، المسيح أشبع الجموع، حصل؟ مش محتاجين يرجموه عليها دي. المسيح شفى مرضاهم، حصل؟ ما يرجموهوش عليها دي. المسيح أقام موتى، حصل؟ ولدي تودي للرجم. واحنا كتير ما بنوعظ سنين طويلة عن هذا المسيح المحب اللي بيعمل أعمال عظيمة، بس ده ما يموتش، ده ما يوديش الصليب. لما سألهم ليه انتوا بتعملوا ده، هم جاوبوا إجابة مباشرة، وخلي بالك من الكلام، لسنا نرجمك لأجل عمل حسن. كل اللي عملته ده برافو عليك، ما عنديش أي مشكلة معك، أكلنا وشربنا وشفينا وامشي على المية واعمل كل المعجزات، مفيش مشكلة، بس احنا بنرجمك مش عشان ده، ده عشان تجديف. فين التجديف؟ فين كلام مسيح يقول ان في تجديف؟ اهم، خلي بالك اليهود هم اللي بيجاوبوا، بيقولوا لاجل تجديف، فانك وانت انسان تجعل نفسك اله. جابوها من فين دي؟ انا عايز اعرف. ممكن اقلب السلايد اللي قبليه، وانا عايز تقول لي فين فهم اليهود السلايد اللي قبليه، فين فهم اليهود انه هنا في الحته دي في تجديف؟ حد ممكن يشاور على دي؟ انت شايف اي حاجه هنا بيقول المسيح اني انا الله؟ في اي عباره صريحه بتقول المسيح ان بيقول انا هو الله فاعبدوني؟ الناس اللي بتقول اين قال المسيح اني انا الله فاعبدوني، في كلام هنا بيوضح دي؟ لا، بس اليهود فهموا انا والاب، عند اول ما قال انا والاب واحد على طول راحوا مسكين حجاره ويلا ها نرجم المسيح، وقف وقف وقف، في ايه بتعمل كده ليه؟ قالوا انت بتقوله ده كلام تجديف. فهم اليهودي انه قول المسيح اني انا والاب واحد، مش ناس النهارده بتقول من جوه الكنيسه انه هذه وحده في المشيئه، لا، مش ده اللي فهمه اليهودي. على فكره اليهودي فاهم المسيح بيعمل ايه، وخلي بالك ما يجيش حد من الف بعد 2000 سنه من صلب المسيح ويخترع افكار
اليهودي ما كانش يعرفها، أو في قاعدة في تفسير الكتاب اسمها قاعدة المستمعين الأوائل. قاعدة المستمعين الأوائل بتقول إن أول ناس سمعت كلام المسيح هم أقدر ناس يفسروا كلام المسيح، لأن اليهودي ده اللي سمع كلام المسيح ده مش جاي واحد جاي من الشارع، ده واحد حافظ الكتاب، حافظ التوراة، عارف ألفاظ المسيح، فاهم هو بيقول إيه. لما المسيح يقول أنا والآب، أنا أن الآب فيه وأنا فيه، فهموه أنه مش بيتكلم على أنه هذه وحدة في المشيئة، ولكن هذه وحدة في الجوهر. وهنشوف الكلام ده. خلينا نرجع للسلايد تاني. على طول هم قالوا له احنا مش بنموتك عشان اي حاجة كويسة انت بتعملها، احنا بنموتك لأجل تجديف، لان انت جعلت نفسك إله بهذا القول. فالمسيح قال لهم بس وقف وقف شوية، مش مكتوب في الناموس بتاعكم، بيرجع بيهم المسيح لمزمور 82 وراح بيقتبس منه، أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ إذا كنت قلت آلهة، إذا كان قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب، فالذي قدسوا الآب وأرسلوا إلى العالم أتقولون له أنك تجدف لأني قلت، بس اسمع اللفظ ده، إني ابن الله. أنا أقف عند نقطتين هنا في عجالة سريعة. أولاً أن المسيح بيقتبس من مزمور 82، مزمور 82 بيقول أنا قلت أنكم آلهة، واليهود عارفين المزمور ده، سمعينه قبل كده. بس اليهودي عارف أنه لما المزمور يقول أنا قلت أنكم آلهة، مش أول مرة يقولها. على فكرة أول مرة يقولها كان في خروج 3. الله لما بيجي يرسل موسى لمصر، أولا في خروج 3 قال له أنا جعلتك إله لهارون. إزاي ده؟ موسى ما فهمش أنه إله يعني هو هيبقى الله فوق وهارون عبد تحت، لأن الله قال له أنا أجعلك إله لما أنت تقول له كلام هو ينفذه. لما تكون أنت بتتكلم بكلام الله، هو ده معنى أنك أنت تكون إله لهارون. وراها في خروج 7 قال الله لموسى أني جعلتك إله لفرعون فتتكلم بما آمرك به. عشان كده في مزمور 82 لما جه قال أنه أجعل آلهة للذين أرسلت إليهم كلمة الله. الناس اللي بتوصل كلمة الله هي في مثابة هذا الوضع من الألوهية، ولكن ليست ألوهية بمعنى الكلمة، لأن اليهود عمروش كان عنده أي مشكلة من هذه التعبيرات. رقم 1. تعبير رقم 2 إن بيقول إني ابن الله. هذا التعبير لما يقوله المسيح عن نفسه، هذا تعبير لا ينطبق على إنسان تاني. ليه هذا التعبير ابن الله تعبير اليهودي نفسه ما خلطش بينه وبين تعبير موجود في أشعياء 64 وقاله المسيح في يوحنا 8؟ المسيح كان بيتكلم في يوحنا 8 مع اليهود وقالوا له إن إحنا أولاد الله. هم عارفين من أشعياء 64 إنه إحنا أولاد الله، بس في فرق بين المسيح لما يقول إني أنا ابن الله ولما أشعياء 64 هم يردوا في يوحنا 8 إن إحنا أبناء الله. هذه ليست مساواة أبدا، بل هذا المسيح لما يقول إني أنا ابن الله فهو يفرد نفسه بكونه الله نفسه. نجيبها من فين دي؟ من الشاهد اللي بعديه من يوحنا 5. اسمع الكلام ده في يوحنا 5. قبلها كان اليهود، اسمع، كان اليهود بيطردوا يسوع، على فكرة طول عمرهم بيطردوا وعايزين يرجموه في يوحنا بالذات. ليه؟ لأن يوحنا يبحث في قضية لاهوت المسيح، عشان كده بيتتبع أنهم عايزين يموتوه، عايزين يرجموه، مش لأنه بيشفي مرضاهم، لا، لأنه بيعمل أعمال تدل على لاهوته. وبالتالي فهنا في أصحاح 5 كان شفى واحد في بركة بتحزدة مفلوك بقاله 38 سنة.
فلما هو شاف المفلوج وقال له امشي، وهو كان في يوم السبت المسيح عارف ان هيعمل مشكله، فشال مشي في يوم السبت. فاليهود قالوا له انت ايه اللي بتعمله ده؟ بداوا يطردوا يسوع. فالمسيح لما جاء واجههم فقال لهم يسوع ان ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. شوف التعبير، ابي يعمل يعني انا ابن الله، صح؟ ان ابي يعمل وانا اعمل. ممكن مرة تاني حد برا يقول هذه واحدة في المشيئة، في الإرسالية، عندهم نفس الهدف، بس اليهودي ما عدهاش. اليهودي على طول من أجل هذا آية 18، ده يوحنا 5:18، كان اليهود يطلبون أكثر، هم عايزين يطلبوا يرجموه، عايزين، بس ده كتر الموضوع، ده زاد من شكوكهم. النهاردة احنا مش بنشك فيه، ده النهاردة اثبت حقيقة ان هو مش بيعمل وبس، لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه. طب وين المشكلة؟ ما هم قالوا ان الله ابونا في يوحنا 8، ارجع ليوحنا 8، هم قالوا احنا اولاد الله، بس ده ما كانش محتاج يرجم. بس هم فسروا انه لما يجي انه يقول ان الله ابوه يشوف معادلا نفسه بالله، ده مش واحد فوق واحد تحت، لا، ده هو الله نفسه. هل تعلم يوم الصليب اليهود عمالين يحكموه مرة ورا التانية ورا التالتة، لغاية ما جه رئيس الكهنة نفسه وقال له استحلفك بالله الحي، هل أنت المسيح ابن الله؟ قبلها المسيح ما كانش رد عليه، بس لما يحطه في حلفان والحلفان ده يقول له هو أنت المسيح ابن الله، شوف رد المسيح، لم ينكر، لم يسكت، ولكنه قال له أنت قلت. ومسكتش المسيح، قال لهم منذ الآن ترون ابن الإنسان جالسا عن يمينه في السماوات وآتيا في سحاب السماء. أول ما سمع رئيس الكهنة الكلمة دي بيقول الكتاب إنه مزق ثيابه. رئيس الكهنة ممنوع أن يمزق ثيابه، ممنوع، لكن عمل ضد الممنوع وقالوا إنه قد جدفه، سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ رئيس الكهنة بيتكلم الناس، قال لهم ايه رايكم في الموضوع؟ مش انتوا سامعين؟ ده احنا عاملين نجيب شوط زور بقى 3 ساعات يا جدعان، ما حدش عارف يتفق على بعض، لكنه قالها، ده قالها، ولما قالها الموضوع انتهى، خلص القضيه. المسيح كان عارف هو بيعمل ايه. قال لهم نعمل ايه؟ قالوا يصلب، مفيش حل تاني. خدوه ودوه عند بيلاطس، وبيلاطس قعد يساله وقال له انت ملك اليهود؟ قال له انا ملك اليهود والمملكتي ليست من هذا العالم، لانه كنت انا من هذا العالم كان جنودي يحاربوا عن المهم. بيلاطس ما عرفش يتصرف معه، فطلع مره تاني لليهود وقال لهم خدوا الملك بتاعكم ده اتصرفوا فيه حسب ناموسكم. بس شوف رد اليهود، عايزين يموتوا المسيح، مش عارفين. فقالوا لبيلاطس لنا ناموس، هذا الإنسان فاعل شر ولنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه قال إني ابن الله. التهمة اللي قالوها في يوحنا 19 مش لأنه بيشفي ولا أنه بيأكل ولا أنه بيشرب ولأنه بيعمل أي حاجة ولأنه اتولد، لأنه قال ابن الله. طب ما احنا بنقول احنا أولاد الله، ايه المشكلة؟ ما احنا كلنا أولاد الله. لما بيلاطس سمع دي اترعب، يقول الكتاب ازداد خوفا، هو كان خايف من بداية،
بس لما سمع الكلمة دي هو ترعب أكتر، وراح بسرعة جه المسيح وقال له أنت مين بالظبط؟ أنت مين بالظبط؟ المسيح مردش عليه. بيلاطس يقول له أنت مش عارف إني ليا سلطان أطلقك وسلطان أصلبك؟ يرد المسيح يقول له لم يكن لك علي سلطان البتة. تعرف لما حد يقول لبيلاطس الكلام ده، أنا لو من بيلاطس، ده بيلاطس ده ممثل القيصر، ده يموتوا أرض، أنا مش محتاج محاكمة، ده مش محتاج محاكمة، ده قالها. لكن بيلاطس خاف. خلي بالك إن بيلاطس ده وثني، ما بيعرفش ربنا ولا يؤمن بوجود الله أساسا، وعندهم الأباطرة القياصرة إنه هم آلهة. بس عارف إن اليهودي ده لما يقول إن في واحد بيحط نفسه إنه ابن الله، عارف إنه ده بيكلم مين؟ بيلاطس فاهم هو بيعمل إيه، بيلاطس فاهم إن ده مش أي حد. لما يقول ابن الله ده عمل نفسه يهوى بتاعهم، مش قال. وبيلاطس كان عامل حسابه إن أنا أقعد وسط يهود بس ليهم إله بتاعهم مختلف عن إلهنا. ابن الله في الكتاب المقدس لما المسيح يقولها لا تعني مجرد انه في ناس بتقول. الآية بتاعت فيلبي، إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادنا لله، على فكرة قالوها أنه معادل لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. في ناس تظن أن هذه الآية تدل على المسيح كان الله فعلا، ولكن لما أخلى نفسه لم يكن الله بعد، تخلى عن ألوهيته، انفصل اللاهوت عن الناسوت، وأصبحوا كل واحد في مكان. والمسيح بإرادته تخلى عن لاهوته وصار إنسانا بيتضرب ويتلطش ويموت. عشان كده لما اليهود لما الحراس جم لطموه وسخروا منه، قالوا له تنبأ من لطمك، لو أنت كنت ابن الله بجد ما تقول لنا مين، إزاي أنت بتتضرب وأنت ابن الله؟ فهم إزاي؟ ونفس اليهود عند الصليب سخروا منه وقالوا لو كان هذا ابن الله، لو أنت كنت ابن الله انزل، لو أنت فعلا الله انزل من على الصليب. هذا التحدي مش تعديه، هم بيتحدوا لاهوت، لأنه فاكرين أن الناسوت حجب ولغى اللاهوت. ولكن المسيح نفسه كان دايما بيقول بيعمل أعمال تثبت لاهوته. والآية اللي احنا شايفينها في يوحنا 8 يوحنا 5 لما يغفر الخطايا، هم عارفين انه لا يغفر الخطايا الا الله وحده، عارفينها دي، عارفينها لا يغفر الخطايا الا الله وحده. أنا عايز أخلص بسرعة، لكن مر المسيح في يوحنا 8، يوحنا 8، يوحنا 8 المسيح غفر خطية واحدة، وبعد كده جي في يوحنا 8 آية رقم 23 قال لهم المسيح أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق، أنتم من العالم أما أنا فلست من هذا العالم. بس اسمع الآية دي، اسمع الآية دي عشان دي هننهي بيها. فقلت لكم أنكم تموتون في خطاياكم،
لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. أنا بسميها آية السندوتش. المسيح قال تموت في خطاياك فوق، تموت في خطاياك تحت، واللي في النص لازم تؤمن أني أنا هو. فاهم السندوتش؟ في برجر في النص. أنت ميت في الخطية، أنت ميت في الخطية، محدش هيطلعك من ده اللي فوق واللي تحت إلا لما تيجي في النص تؤمن أني أنا هو. بس شوف رد اليهود، قالوا له مين أنت؟ ياه، 500 مرة يسألوا مين أنت في الإنجيل ده بالذات، كل مرة يقولوا له مين أنت. هم عارفين ده بيتكلم عن إيه. المسيح لما يقول أني أنا هو ما بتعديش على اليهودي. المسيح بيتكلم عبري وبيقتبس كلامه العبري سمعوه في التوراة. آخر الأصحاح قال لهم إن أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي ففرح. قالوا تيه، ده انت كلك على بعضك ما تجيبش 50 سنة، جبتها من فين دي؟ في نفس الصحاح قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. بس شوف دي، فرفعوا حجارة ليرجموه. ليه؟ علامة استفهام. ليه؟ أنت عارف إن المولود أعمى في يوحنا 8 لما قالوا له هو أنت ولا مش أنت، عارف لهم؟ قال لهم أنا هو، نفس الكلمة اللي قالها المسيح، بس ما رموهوش بحجارة. بس لما المسيح يقولها يرموه بحجارة، رغم إن نفس الكلمة. بس يهود عارفين أنا كائن دي هي أهية، الذي أهية، عارفها دي؟ خروج 4 لما الله بعت موسى وقال له روح طلع الشعب، قال له يا عم أطلع الشعب أقول لهم أنت اسمك إيه؟ مين أنت؟ قال له قل لهم أهية الذي أهية أرسلني لكم، هو ده اسمي. كل مرة المسيح بيقول إني أنا هو بيجيب من خروج 4. بس في الحتة دي تموتون في خطاياكم، المسيح بيجيبها من أشعياء 43 نفس النص، وأنا حاططهم جنب بعض عشان النص ده يلزق في دماغك. أشعياء 43 الله هو اللي بيتكلم، المسيح ما كانش موجود هناك، ولكن المسيح يقتبس نفس اللي قاله أشعياء 43 ويطبقه على نفسه، فيقول الرب لكي تعرفوا وتؤمنوا بي. فوق بيقول تؤمنوا بي، على فكرة يوحنا بيقولها، وتفهموا اني انا هو اللي قالها المسيح. مين انا هو ده؟ الله يهوى ده الذي قبل لم يصور اله وبعدي لا يكون، انا الرب وليس غيري مخلص. عارف اسمه ايه؟ عارف اسمه ايه؟ عارف اسمه ايه؟ اسم يسوع. ليه؟ خلص. ايه؟ ليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان، ده مين ده؟ اسم يسوع. ليس غير مخلص، انا الله في ايه 12، انا هو. نفس الكلام اللي كانوا بيقولوا المسيح في كل إنجيل يوحنا قالها بتاع 8 مرات، أنا هو. واليهود لما سامعين ده وشايفين اللي بيعملوا عارفين المسيح بيعمل إيه. مش سذك على فكرة، ما صلبهوش من سوري في اللفظ من الذكاء، لا، هم عارفين هم بيعملوا إيه، دي العلة اللي صلبوه بيها. ما يجيش حد النهاردة يقول لي أين قال المسيح إني أنا الله؟ هذا سؤال قد تمت الإجابة عليه 500,000 مرة.
إذا مش مصدق اسأل دول. الكلام ده أنا مش بقوله حد من بره الكنيسة، ما عنديش أي مشكلة مع الناس اللي بره الكنيسة، على قد حالهم ما بيقروش كتاب، لكن لما أسمعه من ناس جوه الكنيسة أنا قلبي بيتحرق. أنت بقالك 20 سنة بتقرأ كتاب ولسه بتقولي إن المسيح مش هو الله؟ تكلم بجد. في يوحنا 14 قال المسيح في بداية يوحنا 14، وده الشاهد اللي أختم بيه، بمن تؤمن. وأنا حاط السؤال ده عليه علامة استفهام بسأله لأي حد، خلي بالك من السؤال وخلي بالك من اللي أنا بقوله. بمن تؤمن؟ يوحنا 14 في مطلعه قال المسيح: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنوا بالله فآمنوا بي. بنفس الطريقة اللي أنت بتؤمن بيها بالله، بنفس الطريقة. بعد كده حصل حوار بينه وبين توما، وتوما قال له: يا رب انت بتقول الطريق، اعرف الطريق ازاي؟ المسيح قال له: يا توما انا هو الطريق والحق والحياة، يا توما مش محتاج، ليس احد يأتي الى الاب الا بي انا. يرد فيلبس يقول له: بقى اقفلها، ارنا الاب وكفاية. يرد المسيح: وانا بقولها لكل احد، كل حد بقاله 10، 20، 35 سنة بيوعظ بيقرأ كتاب، والمسيح قال له: أنا بقالي معاك 3 سنين آكل نايم شارب شايف كل حاجة، وما زلت بتسألني كيف تقول أنت أرينا الأب؟ هذا سؤال يجب الإجابة عنه، كيف تقول أني أنا أرينا الأب؟ سؤال استنكاري. المسيح مش بيسأل، بيستنكر. معقولة؟ معقولة بعد كل ده بتقول له أرنا الأب؟ يا فيلبس من رآني فقد، أنت مش محتاج تشوف الأب لأنه لا يشوفني أنا شاف الأب. افهم الكلام اللي هقوله. لو الله جه في مجده وحل بينا محدش فينا يقدر يطيقه، فهم ده؟ لما جه في خروج 19، حد فاكر اللي حصل في خروج 19؟ الله نزل بس شوية على جبل سينا، بس شوية. عارف ايه اللي حصل؟ الجبل ارتعد ودخن والدنيا ظلمت والناس، والجبل اتزلزل واسواق بروق ورعود، والناس اترعبت لدرجة ان موسى نفسه اترعب. ده بس عشان ينزل يتكلم شوية، يتكلم بس. وفي ناس بتاخد الآية دي بالذات اللي أنا عامل عليها بالأحمر جوه الكنيسة وبتضرب في لاهوت المسيح من الآية دي، لأنه بيقولوا: من قد رآني فقد رأى الآب. وبالتالي المسيح هو صورة الله الكاملة، وأي حد أي حاجة ما بيعملهاش المسيح ما يعملهاش الله. فعندهم المسيح الله هو بس المسيح اللي بيشفي، بيأكل، بيشرب، بيحب، هو بس ده، هو بس المسيح بتاع الأنجيل. بس اليهود ما صلبوش المسيح عشان ده، صلبوه عشان حاجة ورا دي أصعب من دي، إنه هو الله نفسه. من رآني فقد رأى الآب، الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي. آية موجودة في كلوس 2، اسمع الآية دي، بولس اللي بيتكلم: فإنه فيه، أي في المسيح، يحل كل ملء اللاهوت جسدياً. حلوة جدا ترجمة كينج جيمس، حتى الترجمة العربية بتاعتنا. هذه الكلمة اللاهوت لم ترد في كل العهد الجديد غير 3 مرات بس، 3 مرات بس، مرة في رومية 1، مرة في أعمال 17، والتالتة في كولوس 2. هذه الكلمة في ترجمة كينج جيمس بالإنجليزي Godhead، fullness of Godhead
دخلت فيه بضلي. كلمة بضلي دي لم تتكرر في كل العهد الجديد، مفيش حد تاني يطلق عليه هذا التعبير أبدا. Godhead دي مش الآب ولا الابن ولا روح القدس، ده لاهوت، ده جوهر الله. كل ملء اللاهوت كان في المسيح في الجسد، وهو في الجسد اللي بيتحرك، بينام، بيقوم، بيتضرب، بيتحاكم، بيموت. الناس بتقول ازاي ده الله، ده الجسد اللي بيعمل كده. لكن كان الله بكل ملئه في الجسد، لم ينفصل عنه لحظة. ولما يقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي خيم بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا ومن ملئه جميعا نحن أخذنا، ونعمة فوق نعمة. بمن تؤمن؟ أنا أحط أربع أنواع من الإيمان، غالبا أنت هتكون في واحدة منهم، متتصرفش على اللي أقوله. في واحد بيؤمن إيمانه أنه ما فيش ربنا، هو إيمانه كده، أنا لا أؤمن بوجود الله. أنا بقول له هذا النوع كتر ألف خيرك، أنت ما حصلتش الشياطين بجد. عارف ليه؟ للنوع التاني بيقولوا إحنا موحدين بالله، بقول له كتر ألف خيرك برضو، الشياطين بتعمل ده. يعقوب قال أنت تؤمن بالله؟ كويس، الشياطين بيعملوا ده وبيعملوا أحسن منه، بيقشعر من حضرته. النوع الثالث، في نوع الثالث بيقول إن إحنا بنؤمن بأن المسيح ولد ولاد عزراوي، حل به الروح القدس، وكان يعمل جميع المعجزات في إقامة أموات، وكان يشفي المرضى، وكان يفتح أعين العمي، كان يعمل معجزات، كان أعظم معلم. لو إيمانك هو ده، هذا هو المسيح عيسى بن مريم. اوعى تفكر، عندهم نفس الإيمان. عارف عيسى بن مريم ده صح؟ عيسى بن مريم إيمان مسلمين، إيمان مسلمين بيؤمنوا بده على فكرة في القرآن بتاعه. الأسبوع اللي فات حد قال لي بص، أي حد يقول المسيح مات وقام أنا مش وراه. على فكرة شو دي هوا بيعملوها، هو هتفكر انت بيجيب حاجة من بره. من هو يسوع الذي تؤمن به؟ هذا السؤال أنا بقالي يمكن 3 شهور بحاور بيه ناس، وكل ما تدخل جوه 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 تكتشف أن يسوع اللي جوه ده مش هو اللي هنا ده. علامة استفهام. خلي السنة دي 2023 السؤال اللي بنسأله، أي يسوع أنت تؤمن به؟ والإجابة موجودة هنا. آمنوا بالله بنفس الطريقة اللي بتؤمنوا بي فيها. ده مش إيمان بيسوع لطيف ومحب وعمل معجزات مات وقام وطلع، لا، ده يسوع الله يهوى أظهر في الجسد، فيه يحل كل ملء اللاهوت. Godhead fullness of Godhead كان فيه. ومن هنا كل اللي يقول الكتاب عن المسيح عهد قديم وعهد جديد وصح. في ناس بتناقش الكتاب، بتناقش الكتاب بتقول ما حصلش جوه الكنيسة، على فكرة ما قالش، ما شفناش، ما عملناش. معقولة؟ معقولة كل ده؟ أنا خلصت.
أتمنى إنه رسالة الميلاد تكون وصلت. عارف العالم بيعمل إيه النهاردة؟ عارف المسيحيين بيعيدوا على بعض إزاي؟ أنا جاتلي بتاع 500 رسالة كلها بابا نويل وشجرة ودبدوب وشراب وميري كريسمس وهابي نيو يير اللي ما فيها اسم يسوع حتى، واللي بيبعتها واحد مسيحي بيوعظ. حصل لكم حاجة زي كده؟ أنا بعت لي كتير، وأنا بقول لحد أنت بعت لي كم من الستيكرز دي كلها هدايا وحلويات وبابا نويل وطاقية ومش عارف فين يسوع؟ قال لي يسوع في قلبي. يو يو، أمال ليه أنت بتبعته ده؟ معقولة؟ معقولة هو ده عيد الميلاد؟ معقولة؟ أول آية ابتدينا بيها الله ظهر في الجسد، هذا هو يسوع الكلمة صار جسدا. تعالوا نصلي. واحنا بنصلي في سنة جديدة، بصراحة اللي أنا بشوفه بيوجع القلب يا جماعة. كفاية ده، كفاية كفاية كفاية. أنا بقول لحد زي بيعمل زي فيلبس، أكل نايم شارب، وفي الآخر بيقول له أرنا الآب، والمسيح قال له أنت بتكلم إزاي؟ كلمة اللي أنت بتقوله ده، أما أنت أنت بتعيش بقى بتعمل إيه؟ معقولة الكلام ده؟ 3 سنين وما عرفنيش لغاية دلوقتي. في ناس صدقني بقى 20 سنة ومش عارفة لغاية دلوقتي، جوه الكنيسة، جوه الكنيسة، وما زال المسيح بيقول له معقولة؟ مين هو يسوع؟ بمن تؤمن؟ أي نوع من إيمانك بتؤمن به؟ أنا هديك دقيقة تراجع فيها إيمانك، تتسربش من السؤال، ولكن أنا عايزك تكون واخد موقف حقيقي من السؤال ده في عيد الميلاد في السنة الجديدة، وقول يا رب أنا عايز أعرفك أكتر زي ما أنت كنت، مش أقل، زي ما انت كنت. اكشف لي عن نفسك اكتر عشان افهمك اكتر. يا رب اشكرك لانه في ملء الزمان جيت اخليت نفسك واخدت صورة عبد عشان تموت، ولما مت احنا متنا معاك، ولما قمت احنا قمنا معاك، لما صعدت اصعدتنا معاك وقبلستنا معاك. رب احنا مش قادرين نفهم اللي انت عملته، وما زالت يا رب عيوننا شايفة على قد حالنا. رب من فضلك السنة دي نشوف زي ما قال بولس، تمتلئوا الى كل ملء الله. يا رب من فضلك اكشف عن عينينا في السنة دي، اجعل روحك يفحص ويمتحن ويكشف ويخبر بمين انت، ونفوس يا رب كتير تعرفك، ونفوس يا رب كتير تغير فكرها عن انه هذا المسيح هو الله ظهر في جسد كي ينقلنا من خوف العبودية، يعتقنا إلى حرية مجد أولاد الله. آمين.